رابع الزيات. شئنا أم أبينا ترند، شئنا أم أبينا مثيرة للجدل، شئنا أم أبينا نجمة الشاشة اللبنانية والعربية، شئنا أم أبينا ضيوفة بيكونوا بالمكان الصح والموضوع الصح. كتار بيعرفوا خاصة زملاء الإعلاميين رابعة حرمت، ابتدأت الحرب الباردة عليها منذ سنة أو سنتين تقريبا، والحرب اللي شنت عليها من جيوش الإلكترونية هي حرب فارغة، وقويت الحرب وصارت حامية وقت اللي ظهر بعض الضيوف اللي كانوا معها ببرنامجها لتبين أنياب المبغضين. ولكن رابعة صلبة، رابعة أرزة شامخة، رابعة إعلامية بكل الكلمة من معنى، قدرت إنها تحفر بالصخر، قدرت إنه تحفر اسمها تيصير اسمها من ذهب. رابعة، انت كنت عم تقدم برنامج اسمه شو القصة، استضفت مئات الضيوف ان كان نجوم او غير نجوم. انا وكتار من المشاهدين تعلمنا، تأثرنا، بكينا، ضحكنا، تسلينا. انا وكتير من الضيوف زقفنا، انا كتير من الضيوف المشاهدين تأثرنا، وكتار منهم وبذكر منهم الشاعر الكبير عن المولى اللي خليني ابكي وافرح، اللي خلى الدمعه والفرحه ممزوجين مع بعضهم، لانك حضرتك كنت مدرسه وكنت شريك انك طلعت مع الست رابعه وحكيت قصتك قديش انك كبير. بدي رحب بالشاعر الكبير نزار فرانسيس اللي حيكون ضيفي كمان يوما ما اذا الله راد. كان ضيفي؟ كان ضيفك، بدنا اياك مرة ثانية. شكرا لك زميل العزيز زكريا فحام، شكرا لموقع خبر عاجل، شكرا لكل شخص موجود الليلة ليشاركني بهالفرحة. أنا جدا سعيدة وجدا ممتنة وبشكر رب العالمين كل لحظة على هاللحظة اللي أنا فيها، لأنه بفضل رب العالمين وبفضل مباركة رب العالمين وبفضل جهدي طبعا وتعبي. وانت قلت حفرت بالصخر، فعلا انا حفرت سنين وسنين ما وصلت على يعني لهالنقطة اللي انا فيها، هيك ما وصلت، ما نزلت بالمظلة، تعبت، شقيت، سهرت، اشتغلت كتير على حالي، عملت كتير برامج وصولا ل شو القصة. بدي أقول حقيقة شكراً كتير زكريا، هيدي اللفتة الكريمة من زميل. حلو كتير إنه الإنسان أو الإعلامي يلاقي زميله الإعلامي عم بقله يعطيك العافية، عم بقله أنا شايفك مثل ما أنا يوماً ما رح شوفك أو شفتك ذات الشيء. كل الزملاء الموجودين هون بشكرهم فردا فردا، حتى بشكر الأقلام اللي انتقدتني، لأنه لولا نقدهم، لولا ملاحظاتهم، لولا تصويبهم أنا ما كنت هون، ما كنت عم بحكي بهيدي الطريقة، ما كنت عم بحتفل معهم بهيدي المناسبة. نحن بشر، نحن منقدم الصح والغلط. أنا ما قدمت كل شيء صح بحياتي، فشلت، تعثرت، قدمت أمور كتير أحياناً ما كانت على قد قناعاتي، ولكن تعلمت منها وهي اللي وصلتني لهون. كتير مهم الإنسان يسمع، سمعت للناس، خلونا نعتبر كل نقد وصلني هو نقد علمني. أنا كتير تكرمت، أنا كتير تكرمت، ولكن هيدا التكريم يعني لي لأنه هالقد حقيقي. ونحن بنعرف كيف تكون هالحفلات والتكريمات. أنا بعتبر اليوم كل شخص جاي لهون هو شخص عن جد جاي يقول لي مبروك ويقول لي بحبك ويقول لي أنا مقدر اللي عم تعمليه حتى لو اختلف معي. فأنا وصلت لهون بسبب هيدي المرأة الجنوبية اللي
ربتني على التحدي، على الصبر، على الإصرار. هي كانت من أول النساء العاملات في الجنوب. هي اللي علمتني يكون أنا، هي اللي علمتني حب شغلي، هي علمتني حب الحياة. في كنت بتمنى تكون كل أخواتي هون. عندي أختي إجت وصلت مريضة، عندي أختي رندا اللي هي عن جد أم الثانية. فكمان لولا رندا أختي أنا ما كنت هون. اسمحي لي باسمي واسمك وجه تحية إكبار وتقدير واحترام لكل زميل إعلامي موجود معنا اليوم للبى هيدي الدعوة. وبدي ألفت نظر بين هلالين، نحن كان مفروض إنه نعمل حفل كتير كبير وأكيد يتخطى 600 شخص محبينك كتار، نجوم كتار بحبوك. نضلنا نجرب نقدم الأفضل. وبدي أتشكر الشاعر نزار فرانسيس والشاعر علي المولى اللي كانوا ضيوفي بشو القصة وقدموا قصص رائعة وحكيت أنا من شوي بهيدا الموضوع. نطلع اسطنبول تحكيني عنهم، هلأ تعرفت عليهم شخصيا. تفضل يا ست رابعة، هيدا درع تقديري عبارة عن كتاب مفتوح. مش مهم نقدم درع، المهم يكون له رمزية. هذا الدرع باسم خبر عاجل، قصة خبر عاجل وشركة جولدن انترناشونال. ومش مني هيدا، هيدا من كل زملاء الإعلاميين لإليك رابعة. شكرا. لحظة خلينا